هذول كلهم سند لي؟ طبعا هذول كلهم سند لك بس ب 25 اهواي العفو اهواي لا استاذ مال تعزيله هي مال تعزيله صدق مال تعزيله خلي يشوفون الاعلام خلي يتلوقون قليلهم يلا ابويا قرقور صاحي صاحي على عناد تنحقي قرقور صاحي صاحي استاذ بس خلطتك هالهوسه يا ملفت وروح طولك انا هلا هلا بذيب النتر يا معدل المية اللي الحمل نومال ما حد غيرك يشيله كفو ما تخطب قنصتك جاي ستشيله يا ابويا مأصل وابن مأصل مأصل وابن مأصل ضايع صوتك بالصوب وين مأصل وابن مأصل ضايع صوتك بالصوب وين مأصل وابن مأصل يبا ضايع صوتك بالصوب وين مأصل وابن مأصل شكرا شكرا استاذ؟ نعم؟ طلع الخطاب طبعا انا نسيته وتدري الجمهور عريق قدامي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الله اكبر يا خلصت اشهدت ها شني وين الحمايه قناص حمايه يا ولد ايش استاذ ها ماكو شيء الحمد لله يا ابناء المجلة الكرام يا ابناء المحلة الكرام اترد تسجيله تخاصر سوف انا جاي اريد الم الابي استاذ بالنسبه لوزاره الاربعه اللي ماك خبر عنها سالتني سؤال وجيه هذن عتن عموما طلعها الرياضه الا اقول لك ما اقدر الهن استاذ مالك علاقه بالعالم هاي انت ندري بيك استاذ مشغول راسك ما تلحق تحكي يساعدك الله ان شاء الله ندري بيك انت بالصيد يجوز تشتغل على الكابس احنا بهاي الامور ما ندري احنا حتى ما نعرفك حسباوي وطناوي ما ندري بيك شكرا لك ابن شكرا شكرا قرقور هاي هبه اصعد تاه السوداء قرقور هاي هبه اصعد تاه السوداء استاذ بالنسبه احنا المتخرجين اشوي طلعت تعييناتنا وتاملنا خير ولا اكو ناس وايد انظلمت من ورا فسادكم لا تعيينات لا رواتب شنو مصيرنا سؤال وجيه وامك كانوا بالقصه وانا راح اجاوبك عليه والله يا وليد ما اعرف الجواب يا بنت لا تعبون الاستاذ صديق كذب خلي الاستاذ شويه يرتاح يعني سؤال 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 عفوا براحتي ما صارت هاي ترى استاذ مشكله الشوارع والماي والكهرباء شو ما سويتوها شنو الفيلم سهله انا راح اقضي على البطاله العفو مدير انا راح اقضي على البطاله وشك واحد ببابكم ازرع له نحله طيب قب استاذ هوب هوب شنو السالفه نبلط شوارعكم وكل باب نخلي قدامه نخله يا معود مشيها هو شاع ولا يدري يا معود استاذ لا تهرب من سؤالي ليش الوزارات الاربعه لحد الان ما جاي يشتغلت والله ما ادري ولك من اللي يدري انا لا ادري الفقير لو هذا اللي يدري لو هذا اللي يدري اللوكي من اللي يدري ولك كافع عيب عليكم بوق وك بوق حرمانك وحرمان شعب كتير الجوع مدارس ماكو كهرباء ماكو 14 سنه شنو سويتوا الطين سويته شنو لك كافي الواقع كافي كل من لبس نعقال وصار شيخ كل من كتله دلة وصار شيخ كافي باقون 14 سنه لك حرام عليك كلمه واحده اقول لك اياها حسبي الله ونعم الوكيل